اسكو تاني. اه نرجع للكوره، نقول اخبار المنتخب واللي حصل من تعديلات في الجهاز الفني واصبح وطنيا، كيف ترى هذا التغيير؟ و ده سؤال صعب. انت اصلا بتقول لي انت عندك امل اول ماتش السنغال يتعد كمشجع؟ اه لا امنيه. امنيه. انا امنيتي يتعاد بس. يعني كل كيروش بقى ايه هيزعل لو اتعاد هنرجعه وعدينا لا هو مش هيرجع ده، هيقول لك يا ريتني ما استقال. يا ريت لو استقال. لا بس هتبقى ازمه كبيره عند كابتن ايهاب جلال. اول ماتش ابو لو اتعاد ده، لو خسر الجماهير هتبقى اول ماتش يبقى اخر ماتش. اول ماتش يبقى اخر ماتش. يعني خلينا نقول خلاص، اما وقد يعني جرى اختيار كابتن ايهاب جلال، نتمنى هل نرى في ملمح من تجربه حسن شحاته؟ بس حسن شحاته كان تاريخه سابع على المنتخب. طلع مثلا بنادي المقاولين من الدرجه الثالثه، عمل معجزه، كسب اسماعيلي اهلي زمالك. يعني هو درجه اولى. فانا قصدي الراجل كان وراه تاريخ، حقق بطولات، مع كامل احترامي لكافه المدربين الوطنيين المصريين، بس هات لي واحد منهم يعني عمل انجاز يسجل له. يعني مع كامل احترامي للكابتن الكبير حسام حسن، يعني واو، بس انت دربت الزمالك والمصري والاتحاد يعني ما فيش حاجه تقدر تمسكها. كابتن ايهاب جلال، يعني ما كابتن ايهاب جلال برضو ما كان بيدرب بيراميدز، يعني فريق مش قليل عنده امكانيات طبعا. انا مش بكلمك على فريق برضو تعبان فيقول للظروف ومش الظروف، لكن ما فيش انجاز ده برضو. طب ده ايه بقى؟ لحظة ده بقى. ده قصور. انا لسه جاي لك بقى. ده يقودك برضو لجزء مهم. ان مش موسيماني بس هو اللي بيكسب النادي الاهلي. في حاجه اسمها منظومه، السيستم بتاع النادي. انت مش انت الاعلام الناجح على الشاشه الرياضيه في قناه النادي الاهلي. انت جزء بتبذل مجهود بس وراك منظومه. فالنادي الاهلي انت شايف فيه منظومه، في استقرار للعيبه، استقرار للجهاز الفني. مش بتغير لي 300 لاعب في 3 مواسم ولا 500 مدرب في 12 شهر يعني. طب لو نقلنا ده بقى على المنتخب، ايه المنظومه؟ طب اتحاد الكوره وهو اتغير وبقى بالانتخابات، هل يستطيع ان يقدم هذا النموذج؟ هل اسماء اعضاء اتحاد الكوره الموقرين المحترمين مع كامل الاحترام لاشخاصهم، هل هم الذين يدورون المشهد الكروي بانفسهم ام هناك اخرون؟ انت بتقول لنا ما اعرفش. يعني ده برضو اسئله. يعني الحاجة التانية، في سؤال مهم أوي، لماذا كانت العجلة في سرعة اختيار مدير فني للمنتخب الوطني؟ عشان في ماتش في شهر 5. خمسة عندنا بداية التصفية الشهر الجاي. طبعا. فبالتالي ما ينفعش الفراغ في خلال 3 4 أيام. يعني ما كانش حتى في مساحة هتوصل لنفس النتيجة.